الرئيس لما اتكلم وقال لك في 5 مليون واحد اشتغلوا في هذه المشروعات، منهم مثلا 1.5 مليون كانوا راجعين من ليبيا. هو ليبيا دي لما خربت تماما والمصريين رجعوا من ليبيا، والمصريين رجعوا من العراق، والمصريين رجعوا من سوريا والمصر، يعني رجعوا من هذه البلاد اللي هي خلاص ما عادش فيها فرصه لعمل ورجعوا. عايز اقول لحضراتكم لو ما كانش في مشروعات تستوعب الخمسة مليون دول اللي رجعوا بعد احداث الربيع العربي في المنطقه، كان ممكن تحصل ازمه اجتماعيه واقتصاديه عنيفه جدا في مصر، يعني ازمه اجتماعيه ضخمه. ما انت في 5 مليون واحد، يعني 5 مليون اسره راجعين من بره ما مش لاقيين شغل. تمام؟ في عندنا مشاكل في قطاعات كتير، وناس كتير سابت شغلها، وناس كتير مشيت من شغلها، وناس كتير اتمشت من شغلها، يعني ماشي الحال، يعني ما نقدرش ننكر ده. ولذلك برضو هذا الكلام يعتبر وثيقه اخرى، وثيقه سياسيه لهذا العصر، لما بيكشف الرئيس هي المشروعات دي استوعبت كام واحد. سمعونا هذا الجزء والمقطع الاخير من كلام الرئيس النهارده. ان اللي بيتعمل او اللي اتعمل خلال الاربع خمس سنين اللي فاتوا دول، ده ما يتعملش في 15 20 سنه. وده مش كلام وبقول اللي عمله هو اللي عمله مين، انا الدكتور مصطفى الوزاره يعني؟ لا، دي شركات مصر وكل المصريين اللي عاملين في الـ في الـ في المشاريع ديت. احنا بنتكلم في 4 5 مليون. قولوا لي لو ما كانش الشغل ده بيتعمل، الناس دي كانت هتعيش منين؟ رجع من ليبيا 1 مليون ولا 1.5 مليون، يشتغلوا فين؟ ياكلوا منين؟ لكن النهارده احنا بنقول طب احنا هنفضل نشتغل كده على طول؟ يعني ممكن تخلص 2052؟ يبني، يعمر، يصلح، ينتج. هي دي النقطة اللي هو المشروعات بالفعل قدمت لي 5 مليون مصري، 5 مليون أسرة دخل وتأمين حياة خلال العمل. هو بيطرح بقى الرئيس سؤال مختلف، طب المشروعات دي اتبنت؟ يعني المصنع اتبنى، الطريق اتعمل، الكوبري ما شاء الله، النفق خلص، الأرض، طب الناس دي بقى هتروح فين؟ قال لك لازم ندخل بقى للمرحلة التالية وهي التصنيع. نبدأ نصنع. هو مفيش بلد في العالم هتفضل عايشة كده من غير تصنيع ومن غير زراعة، اللي هو أنت بتنتج، لازم تنتج حاجة تقدمها للعالم. الحقيقة النهاردة المشهد شهادة جديدة ليه، وخلينا بقى أبقى دقيق، يعني دي شهادة لمين؟ دي مش شهادة للرئيس عبد السيسي، ومش شهادة للحكومة يعني بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، ومش شهادة لأي حاجة، إلا شهادة للشعب المصري اللي اختار صح في 30 يونيو لما طلع مشى جماعة وقال لك لأ احنا محتاجين نعيد نظر في المسألة. فاللي حاصل النهاردة ده شهادة نجاح كبيرة جدا للشعب المصري، اللي هو برضو واعي بإيه؟ يعني خلي بالك انت شايف النهارده في 12 مشروع، وكلام الرئيس كان واضح جدا ان هو مستعد ان كل يومين ثلاثه في مشروعات جاهزه للافتتاح، يروح يفتتحها عشان الناس تبقى شايفه السنين اللي الناس تحملتها ليه، وتبقى شايفه بعد كده ما هي المشروعات دي لما هتشتغل هتغير في الوضع الاقتصادي ازاي.